طيب خلينا نروح نقيم شوية كده أو نطمن، مش هنقيم الفريق محليا، نتكلم إفريقيا بعد تحديدا كمان ماتش الهلال اللي يعني بعض وصفه أنه عنق الزجاجة، يعني زي ما بيتقال كده كان مشاكل. فبتشوف إزاي برضو تحليلك أو تقييمك؟ انا تقييمي ان الله يكون في عون الجهاز الفني. يعني بصراحه النادي الاهلي والفريق الاهلي هو الفريق الوحيد في مصر اللي بينافس في 4 أو 5 بطولات في توقيت واحد، يعني الدوري المحلي، كاس مصر النسخه القديمه اللي كسبها على حساب طبعا بيراميدز، كاس مصر النسخه جديدة الجديده اللي هو لسه القرعه بتاعتها كانت امبارح مع منتخب السويس، عندك دخله سوبر، وكان في سوبر قبل كده اللي الاهلي كسبه في الامارات على حساب الزمالك، عندك دوري ابطال افريقيا، وكنت كاس العالم للانديه. 6 بطولات بتشتغل فيهم الجهاز الفني في توقيت واحد، والمفروض منك ان انت تركز وتحضر والنهارده وتفوز وتفوز. اه طبعا، وضغط، ولا ومنهم بطولات بيبقى النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لكره القدم المصريه. اه طبعا، وخد بالك برضو في نقطه يمكن احنا مش يعني عشان بس قريبين من المشهد فاكيد نعرفها، لكن مثلا الجماهير ما تعرفهاش، انت كمدير فني المطلوب انك تجهز لعيبتك وتوجد دوافع ليهم بشكل يومي بشكل يومي. يعني النهارده مثلا انت اول امبارح كنت بتجهز لعيبتك لمواجهه الرجاء المغربي، منافس معين بطبيعه معينه بجماهير معينه، النهارده بقى تاني يوم على طول اقلب الصفحه خلاص انا تاهلت نصف نهائي، اه بس اقلب هستعد للزمالك، اقلب بعد ما اخلص الزمالك ب 48 ساعه، ودي حته لازم تتكلم 48 ساعه هتكلم على حرس الحدود في الدوري المحلي، حرس الحدود اخلص بالليل بعد الماتش هسافر على تونس، كل ده بتجهز لعبتك. شوف الوقت طبعا، انت بتجهز محاضرات، جهاز فني بيشتغل، وبتجهز لعبتك وتيوم كل ده، مش ممكن يبقى بالنسبه للناس معينه يقول لك ايه المشكله، الناس بتاخد مثلا كذا ولا دي شغلتها، لا ده ضغط نفسي وعصب واعداد وخطط وبتاع، وجهاز اداري بيشتغل، جهاز اداري كبير جدا، شوف كام سفريه بنتكلم فيهم في 10 ايام، صح. كل ده شغل، يعني ممكن الناس تاخده على اساس ان ما هو الناس دي بتاخد، اه طبعا بتاخد فلوس، بس ده ارهاق وذهني وشغل، شغل جامد جدا مع فريق ومع لعيبه. فالنادي الاهلي الله يكون في عون كولر والجهاز المعاون بتاعه ولاعيبه النادي الاهلي طبعا، لان انت بتتكلم على ان انت بتخوض مباراه كل 3 ايام او كل 4 ايام، صح. الفريق اللي انت رايح تلعبه في السوبر اخر ماتش لعبه امتى؟ من اسبوع. انت جاي من رحله في المغرب مع منافس قوي جدا، ما هو مش اي حد بيتاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، لا اكيد طبعا. شوف هو النادي الاهلي مثلا اللي هو الممثل الوحيد في مصر اللي بقاله سنين بيتاهل مثلا ووصل سنوات، لكن في مين في مصر موجود اخر 6 نسخ في دور في نص النهائي؟ مفيش غير في مصر النادي الاهلي. فكون الرجاء تاهل فانت بتلعب منافس قوي جدا، جاي من الرجاء هتلعب الزمالك ثم هتلعب الحرس ثم هتروح للترجي، كل دي منافسات قويه جدا، والنادي الاهلي بيشتغل في كل البطولات. بس ده معاد كل موسم برضو يعني، واستاذ عبد الحكيم وقصه ما فيهاش حل، يعني احنا كل موسم بيجي بنقول ضغط والتوتر الموجود والجدول الموجود، ويعني قصه برضو متكرره، واعتقد الموسم الجاي هيبقى كده برضو بهذا الشكل. هل ده مشكله الاهلي ان هو بيفوز تقريبا او بيشارك في كل البطولات، ولا المشكله ان لا لازم يكون في حل اكتر من كده؟ الاهلي بيدفع ضريبه، ضريبه تفوقه وضريبه نجاحه، محدش مختلف على كده، بس بقالنا سنين بنتكلم في جزئيه ما تهندل انديه الدوري وتاخد بشكل تدريجي ان انت من 18 نادي ل 16 لحد ما توصلهم 14. احنا في حاجات كانت سبب تفوقنا من 2006 ل 2010 من ضمنها ان انديه الدوري كانت 16 فريق، بتقلل عدد مباريات البتاع دي، لان انت اللعيبه دي نفسها، الاهلي دلوقتي مثلا هيبتدي يلعب كل 3 ايام ماتش، الاهلي هو القوام الاساسي للمنتخب الاول، في شهر 6 عندك اجنده دوليه، اللعيبه دي هتروح للمنتخب الاول ازاي؟ خلصانه بدنيا صحيح. وكمان صحيح طبعا منطقي يعني صحيح. سيبك يا سيدي اعتبرنا انك النادي الاهلي واللي هم الجزء الاكبر منهم هم القوام الرئيسي اصلا، القوام الرئيسي المنتخب الاول ده، خد عندك المنتخب الاولمبي هيلعب بطوله ام افريقيا تحت 23 في نهايه شهر 5 المؤهله لاولمبياد باريس، المجموعه دي الاهلي متاخد منه كام؟ 6 لعيبه، وعندك حتى 4 المعارين بره، انت بتتكلم في 9 لعيبه. المنتخب الاولمبي اللي هيلعب بطوله ام افريقيا تحت 23 سنه من النادي الاهلي في نهايه 5، اللعيبه دي هتروح للراجل ميكالي ازاي؟ هتروح له خلصانين ازاي؟ بدنيا وفنيا، سيبك من التاثير على الاهلي. يا سيدي اعتبرنا احنا مش نادي مصري زي ما انتوا عايزين تمشون. يعني انت كمنتخب مش ده كل شغلك عشان تجهز للمنتخبات؟ طبعا. طيب انت اللعيبه دي هتروح للمنتخب ازاي؟ هتروح لهم مستهلكين بدنيا وفنيا وخلصانين. ما هو كل ده بيأثر على المنتخب. هو الناس فاكره بس يمكن الناس عشان مش بحب نصدم كابتن ايهاب جلال لما مسك المنتخب. افتكر بس ارجع للصوره هتلاقي كان نص اللعيبه رايحه له مصابه. كابتن محمد صلاح ما جاش، كان عنده ظروف كان مصاب. فالراجل خسر، ما هو ده المنتخب، انت ضغطت الاهلي لعبت كل 72 ساعه فراحت للمنتخب خسر من اثيوبيا وتعادل الماتش الثاني، فده الواقع اللي انت قدامك ان انت وديت له اللعيبه بالشكل ده. صحيح. طب ما ده يرجعنا